حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في تقرير لموقع محلي الحديدة، السير في طريق ملغوم. ومن الصحافة الدولية، بعد سرقتهم للمساعدات الحوثيون يتهمون البرنامج الأغذية العالمي بإرسال أغذية فاسدة. أمنيات الصحفيين اليمنيين بالعام الجديد، خروج زملائنا من السجون. أهلا بكم. 11 يوما مرت منذ بدء الهدنة المعلنة في محافظة الحديدة في 17 من شهر ديسمبر الجاري، وفقا لاتفاق مشاورات ستوكهولم بالسويد، دون أن تتضح بعض نقاط الغموض في اتفاق آخر اللحظات المبرم هناك. ويعنون موقع المشاهد نت في تقرير خاص: الحديدة، السير في طريق ملغوم. وبحسب تعبير أحد المسؤولين في فريق المبعوث الأممي، تمضي الأيام أو الأمور ببطء كبير. يحاول المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث وفريقه سباق الزمن من أجل الوفاء بما أعلنه من انعقاد جلسة مشاورات جديدة في يناير المقبل، وهو البند الذي وقع عليه الطرفان صراحة في السويد، لكن التحرك على الأرض لا يبدو مساعدا للقيام بذلك. يؤكد مصدر حكومي بأن الوفد الحكومي لن يقبل أن يذهب إلى مشاورات جديدة قبل أن يتمكن من التأكد من جدية الطرف الآخر في الانسحاب وتسليم المدينة لأجهزة أمنية تخضع لإشرافه. ويؤكد الموقع أن فريق المبعوث الدولي الخاص تعمد صياغة اتفاق الحديدة بطريقة غير واضحة، ويمكن وصفه بالاتفاق الملغوم، فقد تضمن مصطلحات وتعبيرات يمكن تفسيرها بطريقة تتيح لكل طرف التنصل من تنفيذ ما عليه من التزامات. أرادهم أن يتوقفوا عن الشجار وأن لا يحدث لأحدهم مكروه فقتلوه. وتعنون صحيفة الأيام عن شاب في محافظة لحج: مصرع شاب في المسيمر حاول فض شجار بين مسلحين. وقالت الصحيفة عن الشاب الذي ساد الحزن محافظة لحج بالكامل بعد مقتله: إنه لقي مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري أثناء محاولته فض شجار بين شخصين مسلحين في إحدى حارات مركز مديرية المسيمر. وقالت الصحيفة إن المواطنين طالبوا بضرورة قيام السلطة المحلية والجهات المعنية بضبط ظاهرة حمل السلاح ومنع إطلاق الأعيرة النارية. بداية سقوط الثورات المضادة. تحت هذا العنوان كتب علي أنوزلا مقاله في صحيفة العرب الجديد: ما شهده العالم العربي من تطورات متسارعة عشية نهاية السنة الماضية يدل على أن بداية سقوط الثورات المضادة التي جاءت للقضاء على الربيع العربي قد أزفت. والمعروف أن محور ما سميت الثورات المضادة تشكل من ثلاث عواصم عربية كبرى: أبوظبي والرياض والقاهرة. مع نهاية عام 2018 يبدو أن جميع مشاريع محور الثورات المضادة بدأت تسقط، والبداية من الرياض، حيث أدت جريمة مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بالطريقة البربرية والبشعة التي هزت العالم إلى القضاء على أحلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي خطط ليحكم بلاده ومن خلالها العالم العربي 50 سنة. أما في أبوظبي والتي تعتبر عقل الثورات المضادة، فجاء الإعلان عن فشل تدبيرها من خلال إعلانها المفاجئ: التطبيع مع نظام بشار الأسد الذي حاربته بالمال والعتاد والرجال لإطاحته. فقد حمل هذا الإعلان في طياته استسلاما لعاصمة الثورات المضادة. أما في مصر فقد أبان النظام الانقلابي عن محدودية خداعه شعبه، فها هو ينهي عامه الخامس على وقع الفشل المتكرر في كل المجالات: فشل أمني وفشل اقتصادي وفشل سياسي، ما شهدته السنة المنتهية من تحولات وأحداث كبرى على مستوى المنطقة العربية سيجعلنا نتوقع تداعياتها خلال هذا العام الجديد الذي سيكون بلا منازع عام نهاية الثورات المضادة وبداية عهد جديد يصعب التنبؤ بمكنونه، لكنه حتما سيكون مختلفا عن تلك الثورات المضادة التي أورثت المنطقة 7 سنوات عجاف، ولعل وعسى أن يكون ما هو آت سنبلات خضراء وأعواما تغاث فيها الشعوب.
يوما بعد يوم، ونبيل الحكيمي موظف في منظمة إنسانية في تايز يذهب للعمل وهو يشعر بأنه يحمل جبلا على كتفيه. المليارات من الدولارات على هيئة مساعدات ومواد غذائية وغيرها تدفق إلى وطنه الذي دمرته الحرب، لكن ملايين اليمنيين لا يزالون يعيشون على بعد خطوة من المجاعة. وعنوان موقع المصدر أونلاين: الغذاء المنهوب من اليمن الجائع. تحقيق للأسوشيتد بريس يكشف عن سطو الأقوياء على المساعدات المقدمة للفقراء. وتظهر الوثائق التي استعرضتها وكالة أسوشيتد بريس ومن خلال المقابلات مع العمال المسؤولين عن المساعدات مثل الحكيمي أن الآلاف الأسر في تايز لا يحصلون على المساعدات الغذائية الدولية الموجهة إليهم، غالبا نظرا لسرقتها من قبل الوحدات المسلحة المتحالفة مع التحالف. وقال الحكيمي لوكالة أسوشيتد بريس: الجيش يجب أن يحمي المعونات، لكنه هو من قام بنهبها. في محافظة صعدة الشمالية معقل الحوثيين، قدرت منظمات المعونة الدولية أن نحو 450 ألف يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية. وأظهرت السجلات أنه في بعض الأشهر أرسلت الأمم المتحدة ما يكفي من الغذاء لإطعام ضعف هذا الرقم. ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية للأمم المتحدة قال إن بعض العناصر الحوثية تمنع الوكالة من الوصول إلى بعض أجزاء من الأراضي التي يسيطرون عليها، ويبدو أنهم يقومون بتحويل المعونة الغذائية. وتفيد الوكالة في جميع أنحاء اليمن ينتهي المطاف بالأغذية التي من المفترض أن تمنح مجانا للأسر الجائعة للبيع في الأسواق. ويقوم الحوثيون بتهديد صانعي القرار والموظفين الدوليين من خلال تجديد التأشيرات والتصاريح، وأولئك الذين لا يمتثلون يتم منع إصدار تأشيرات دخول لهم. هل بإمكان العرب في السنة الجديدة خلق نموذجية تنتصر للعلم والتعددية وقبول الآخر المختلف، وتربي النشء على العلم والنقد وعلى دين الحب والتبصر لا على دين الحروب والعداوات والضغائن؟ هذا جزء من مقال كتبه الروائي العربي المعروف واسين الأعرج في صحيفة القدس العربي مضيفا: هل كان النفط نعمة على العرب؟ لقد قفز بهم من عصر الجمل إلى الصاروخ، لكن هل نقل العقل من منطق الرمل إلى منطق الماء؟ تلك هي المعضلة. لا يزال العاشق يرجم والمحب يعزل والعالم ينفى والعاقل يجنن قبل أن يموت في العزلة. ما تزال المرأة عورة والاختلاف نقمة. ألم ندرك بعد أن عمر النفط معدود في الزمان والمكان، ويأتي يوم تجف فيه الأرض نهائياً؟ فماذا بنينا استراتيجيا لمواجهة عالم شرس يوم ترتسم ملامحه بوضوح اليوم؟ لا شيء. من لا يستطيع حماية نفسه سيظل تحت سلطان غيره. وهل الغير يحمينا خارج نفطنا؟ الحماية ليست خيارا ولكنها ضرورة. هذا ما أدركته كل أمم العالم التي طورت وسائل حماية نفسها. مستباحون اليوم أكثر من أي زمن مضى. بصاروخ واحد على منشآتنا الحيوية يمكنه أن يقتلنا عطشاً أو يعيدنا إلى البدائية الأولى. انهيار أسعار النفط وضع الدول العربية كلها التي تعيش على الريع النفطي في حالة غير مسبوقة من الخطر الاجتماعي، وينبئ بهزات عنيفة ستأتي على ما بقي واقفاً من البلدان العربية التي أصابتها عدوى الفوضى الخلاقة مثل الوباء، لدرجة إبادة كل حياة وأفق فيها. التقشف الإجباري سيدفع بها إلى مواجهة هزات اجتماعية شديدة الخطورة في السنوات القليلة القادمة، قد تكسر كيان الدولة القائم أو تنهكه فتجعله أكثر هشاشة. هش لأنه يسير بإرادة الفرد، وعندما يسقط الفرد تنتفي الدولة، يغيب نهائياً شيء اسمه وطن. الصحافة الدولية تابعت بدورها عمليات السطو التي تمارسها ميليشيا الحوثي لنهب المساعدات، وركزت صحيفة لافويس الكندية على الطريقة التي حاول الحوثيون الدفاع بها عن أنفسهم. وقالت: المتمردون في اليمن يتهمون برنامج الأغذية العالمي بإرسال أغذية فاسدة. تقول الصحيفة: نفى المتمردون الحوثيون استيلاءهم على بعض المساعدات الإنسانية التي أرسلت إلى المدنيين، متهمين برنامج الغذاء العالمي بإرسال كميات من الأغذية الفاسدة إلى البلاد.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد صرح أن الكثير من المساعدات المخصصة لسكان صنعاء لم تصل إلى وجهتها، وتم طرحها للبيع في السوق بعد أن استولت عليها منظمة يسيطر عليها المتمردون، ويتهمها برنامج الأغذية العالمي بتحويل مسار المساعدات. وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه تم الإبلاغ عن حالات تحويل مسار أخرى في مناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون، مهددة بالتوقف عن العمل مع المتمردين إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ذلك السلوك الإجرامي. رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين رد على هذه الاتهامات بالقول إن البرنامج كان مسؤولية كاملة عن كميات من الأغذية الفاسدة أرسلت إلى اليمن. تفيد الصحيفة لقد تسبب الصراع في اليمن، وهو بلد فقير في شبه الجزيرة العربية، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، كما أن ما يصل إلى 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. اليمن سنة مريرة تنتهي ببريق من الأمل. تحت هذا العنوان كتب جيرالد فيرشتاين الباحث الرفيع ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. قبل الاجتماع في ستوكهولم واصل الصراع في اليمن كونه مصدرا للغضب والإحباط على الصعيد المحلي وفي العالم على حد سواء، وقد ترافق القلق المتنامي من مدى الكارثة الإنسانية المتكشفة مع مطالبات بأن يفعل المتخاصمون اليمنيون والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية المزيد للوفاء بالحاجات الأساسية للسكان. وقد فشلت جهود التحالف لإظهار التزامه بالمدنيين اليمنيين في تغيير الرواية الشائعة في العواصم حول العالم. أضاف هجوم بطيء على ساحل البحر الأحمر والذي شنته القوات الإماراتية مع حلفائها اليمنيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة الحاسم إلى القلق العالمي إزاء مسار الحرب. وعبرت وكالات الإغاثة الدولية من بين آخرين عن مخاوف متنامية من احتمال أن تسفر عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة عن آلاف الخسائر المدنية، وأن تترك الميناء الذي يشكل نقطة دخول حيوية للمؤن والإمدادات لأغلبية اليمنيين في الشمال في وضع غير مناسب. ولذلك في حال تم تنفيذ خطة ستوكهولم للحديدة فإنها يمكن أن تزيل سببا رئيسيا للقلق الدولي عن الطاولة. بالإضافة إلى النزاع الفعلي على الأرض، واجه اليمنيون تحديات متصاعدة على مدار العام، فقد واصلت الأوضاع الاقتصادية التدهور مضيفة إلى الإحساس المسبق بالأزمة الاقتصادية. وأدت المطالبات في الجنوب والشرق بقدر أكبر من الحكم الذاتي إلى صعود توترات جديدة مع الحكومة، وجددت الشكوك في إمكانية ديمومة الوحدة اليمنية في بيئة ما بعد الصراع. كما تفاقمت النزاعات في البلد أيضا بفعل التوترات بين الحكومة وشركائها الدوليين. لكن من المرجح أن تظل القضايا التي صعدت إلى السطح في العام 2018 لوقت طويل بعد نهاية الصراع الحالي. مع بداية العام الجديد لم تكن أحلام الصحفيين اليمنيين بعيدة عن أمنيات السنوات الماضية، الشعور بالأمان ووقف استهدافهم وانتهاء الحرب التي عصفت بالبلد الفقير منذ الانقلاب في سبتمبر من عام 2014. وتعنون صحيفة العرب الجديد: صحفيو اليمن غير متفائلين بأحوالهم. الصحفي حسن الفقيه لا يتمنى الكثير، ملخصا أمنياته في العام الجديد بإطلاق سراح العشرات من زملائنا المختطفين في سجون الحوثيين منذ سنوات، وأن يتوقف خريف استهداف الصحفيين والتنكيل بهم هنا أو هناك. المراسلة التلفزيونية أفاق الحاج تقول إنه على مدى الأربع سنوات الماضية مرت الصحافة بأسوأ مراحلها في اليمن من ناحية التضييق على حريات الصحفيين، إذ تعرض الكثير منهم للملاحقة والاختطاف والتعذيب حتى الموت، إضافة إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية ومصادرة الصحف وغير ذلك من الانتهاكات التي طالت ولا تزال تطال الصحافة في اليمن. وتتمنى الحاج أن يتحقق السلام لليمن وتضع الحرب أوزارها في هذا البلد الذي عانى بما فيه الكفاية من القهر والظلم والصراعات. اعتقلت السلطات الألمانية رجلا في الخمسين من عمره، كما أورد موقع شبكة البي بي سي، وذلك للاشتباه في قيامه بهجوم عنصري بعد أن دهس عددا من الأشخاص بسيارته من بينهم سوري وأفغاني، حيث أصيب أربعة أشخاص لا يزال أحدهم في المستشفى. وقالت الشرطة إن الرجل صدم عددا من المشاة في ميدان مزدحم في بلدة بوتروب شمال غربية ألمانيا بعيد منتصف الليل في عشية رأس السنة. وأوردت تقارير عن أن الرجل
قال تعليقات عنصرية عند اعتقاله. وقالت الشرطة إن سائق السيارة حاول في وقت سابق دهس أحد المشاة لكنه تمكن من الابتعاد عن السيارة. وفي وقت لاحق استهدف عددا من الأشخاص في محطة للحافلات قرب مدينة إيسن. هربرت ريول وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا قال بأن الرجل تعمد دهس مجموعة من الأشخاص الأجانب وكانت لديه نية واضحة لقتلهم. الديلي تيليغراف نشرت صورا قالت بأن الأفضل لهذا اليوم نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.